شكرا للزميل سالم بن سعيد بن حضيره من الكتبي. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحيم، بسم الله المنان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. على بركة الله وتوفيق مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام في الوطن العربي الكبير، متابعي احداث ختامي مهرجان الوثب لسباقات الهجن العربية الاصيلة، متابعي خنجر الثنايا للابكار المحليات الاصايل، بالاضافة الى نصف مليون، ينطلق بحفظ من الله ورعايته هذا الشوط حاملا الامال الكبيرة والطموحات ايضا الرائعة والجميلة. هنا من شعارات هجن اصحاب السمو الشيوخ الرايدة بينونة الوثب ناهل مزنة ريمة سياسة، ايضا هناك غزوة لهجن الرياسة، بلسم لهجن العاصفة، مذيار العفريت لهجن الشحانية. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام نسير الى مقدمة شوط الخنجر، الخنجر خنجر المحليات، هجن الدار، هجن الاستقرار بالفعل، سياسة على المركز الاول من هجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يتواجد ليقدم هذا الاسم، يتواجد ليسير بالشعار الاحمر هنا على مقدمة هذا الشوط على الصدارة الاولى على المركز الاول، بينما اللي في المركز الثاني وصلت بلسم، وصلت بلسم تحمل شعار هجن العاصفة، من قدمت مفاوضة ومن قدمت المنتحر في الاشواط الرئيسية في الاشواط المفتوحة، ياتي الواثق هنا ليقدم بلسم على المركز الثاني. حمد بن راشد بن غدير الكتبي، انتقل مباشرة هنا الى مزنة لهجن الرياسة، يتواجد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ليقدم مزنة، ليقدم مزنة على المركز الثالث، تبحث عن هذه الخنجر، تبحث عن هذا الفوز والانتصار. المركز الرابع الوصول، مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، اللي في المركز الرابع يصل الشبل، يصل الشبل ليقدم مذيار ايضا من هجن الشحانية، جابر بن سالم بفاران المري، يا سلام الوصول الدخول، وصلت الرايدة، الرايدة، هناك المراد الخنجر، هناك المراد الفوز، هناك المراد الانتصار. الرايدة، الرايدة من هجن الرياسة، يضمر الرايدة علي بن ميل الوهيبي ظافر المضمرين، يا سلام يا سلام، هذه هي النتيجة. اول ندانا للخمس المراكز الاولى، النجوم الكبيرة هنا مشاهدين الكرام، الرقصة مع الكبار، كاس الكؤوس، مطمع النفوس، الخنجر هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، سياسة يا سياسة، سياسة على الصدارة، سياسة على المركز الاول، هنا بحكمة سياسية بالفعل يقدمها المستحيل من هجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يسير بودياب ليقدم هذا الاداء الكبير والتحديات المثيرة، بينما اللي في المركز الثاني هنا بلسم، بلسم تاتي على ثاني المراكز، بلسم من هجن العاصفة، يتواجد الواثق واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، يتواجد هنا ليقدم هذا الاسم، ليقدم هذا الانطلاق الكبير، ليقدم هذه التحديات المثيرة. هنا الخنجر الذهبية، يا سلام، الله 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 الله، مزنة، مزنة القادمة بشعار هجن الرياسة، مزنة من تتواصل، لياتي البروفيسور محمود بن محمد سالم الوهيبي يقدم هذا الاسم. وصلت الرايدة، وصل الظاهر، الرايدة من هجن الرياسة، علي بن ميل الوهيبي يقدم الرايدة هنا في المرتبة الرابعة، في المركز الرابع. المركز الخامس هنا مذيار من هجن الشحانية، يتواجد الشبل، جابر بن سالم بن فاران المري، وصل بن فاران ليقدم هذا الاسم، وصل الشبل، وصلت الاسماء القوية والعملاقة بعد الخمس المراكز الاولى.
الأولى. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، نسير مشاهدين الأعزاء ونعود إلى سياسة على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى، سياسة من هجن الرياسة، أراشد من محمد بالسم المصوري، المستحيل، أسد الوثبة، أسد الوثبة، من يقدم هذا الاسم؟ من يسير على الصدارة؟ يقدم شعار مؤسسة هجن الرياسة، أبو النشم يروح، أبو النشم يروح، مع الحمر، مع الحمر هنا يسير على الصدارة. أن سألتوني عن الموقع، بدأنا نقترب هنا من جسر العبور، جسر العبور، التحفة المعمارية، أيضا المسايرة هنا للثلاثة كيلومترات، يأتي هنا أيضا راشد بن محمد السم المصوري ليقدم سياسة على المركز الأول. بلسم 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 بلسم، وصلت بلسم، الله يا الواثق الواثق، حمد بن راشد بن غدير ليقدم بلسم من هجن العاصفة، هجن العاصفة على المركز الثاني، الثلاثة كيلومترات، دخلنا المتعة، دخلنا الإثارة، الوصول من مزنة، وصلت مزنة، مزنة لهجن الرياسة، البروفيسور محمود بن محمد سالم الوهيبي، وصلت أيضا الرايدة، الرايدة من هجن الرياسة، ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي، مذيار من الزاوية الأخرى، تدخلت هجن الشحانية، الشبل جابر بسالم بفاران المري، ولكن الوصول هنا من الوثبة، وصلت الوثبة، 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 الوثبة لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، الله 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 الله، التغيير، التغيير على الصدارة، التغيير على المركز الأول، الانطلاق الأول، هناك أيضا بلسم، بلسم على الصدارة، هجن العاصفة، هجن العاصفة، بلسم ومزنة، بلسم ومزنة، الوثبة، الوثبة قادمة، الوثبة قادمة على المركز الثالث، يا سلام يا سلام، بدأ الرقص هنا من الاثنين كيلو والنص، بلسم 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 على المركز الاول لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين، من يقدم هذه الانطلاقة؟ من يقدم هذا الاداء؟ في ايضا الخنجر الذهبية، الخنجر الذهبية، خنجر المحليات، خنجر المحليات، يا سلام، مزنة مزنة مزنة، وصلت مزنة على المركز الثاني، هجن الرياسة، هجن الرياسة واصلة، محمود بن محمد سالم الوهيبي، الوثبة على المركز الثالث، ايضا لهجن الرياسة يتواجد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الرابع مذيار ايضا من هجن الشحانية، الذهبي يتواجد ايضا ابن الذهب الشبل، الشبل جابر بن سالم الجابر بن فاران المري، ولكن هناك ايضا واصلة ناهل، وصلت ناهل، ناهل، ناهل لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بدأنا نتجه هنا الى اخر منعطف، بلسم، بلسم على الصدارة، بلسم على المركز الأول، بلسم على المركز الأول، بلسم لهجن العاصفة، هذه إمبراطورية العاصفة، يتواجد أيضا واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، يسير يبحث عن الرمز الثالث، يبحث عن الرمز الثالث، خنجر المحليات، خنجر المحليات، وصل الحمر، وصل الخطر، وصلت أيضا الوثبة، الوثبة، الوثبة القادم هناك، بينونة، بينونة، بينونة وصلت، بينونة يقودها، هنا أيضا البروفيسور محمود بن محمد سالم الوهيبي، الوهيبي وصل، وصل محمود ليقدم هذا الأداء الكبير، أيضا الوثبة وبينونة، ولكن بلسم، بلسم على الصدارة، بلسم على المركز الأول، المنعطف الأخير، الاتجاه إلى الكيلومتر الأخير، الاتجاه إلى الكيلومتر الأخير، بينونة يا بينونة، بينونة القادمة، الحمر وصل، وصل الحمر، هنا في كيلو الامتحان، كيلو الصراع، كيلو الصراع، وصلت مذيار، وصلت مذيار لهجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بفاران المري، الله 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 الله، إلى أين أنت يا الخنجر؟ إلى أين أنت يا الخنجر؟ المؤسسات الثلاث وصلوا، وصلوا الكبار، وصلوا الكبار، وصلوا العمالقة، هنا بلسم، بلسم على الصدارة، بلسم على المركز الأول لهجن العاصفة، يتواجد واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، حمد بن راشد بن غدير، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، صاحبة كاس اللقاية، صاحبة كاس اللقاية تبحث عن أيضا خنجر العمانيات، خنجر أيضا المحليات الأصايل، الله الله، وصلت مذيار، وصلت مذيار، هجن الشحانية، تجددت آمالي هجن الشحانية مع مذيار هنا
لهجن الشحانية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، ليتواصل أيضا الشبل جابر بسالم فاران المري، ولكن بلسم 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 على صدارة، بلسم على المركز الأول. هجن العاصفة، هجن العاصفة، العاصفة الواثق 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 الواثق، من يقدم بلسم؟ بلسم على المركز الأول، بلسم على الصدارة الأولى. هنا هجن العاصفة، هجن العاصفة مشاهدين الأعزاء أيضا تبحث عن الرمز الثالث، الهاتريك 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 الهاتريك. تهانينا 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 إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تهانينا إلى مالك هجن العاصفة، تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز بلسم، على فوز مفوضة، على فوز المنتحر. شكرا يا أبو حمدان، شكرا يا أيضا أبو زايد، شكرا يا الواثق حمد بن راشد بن غدير، أيضا من يقدم هذا الاسم الكبير بلسم 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 بلسم. إذا الخنجر مع بلسم، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بلسم هي من فازت أيضا بهذا الفوز من ديار لهجن الشحانية على المركز الثاني، المركز الثالث بينونة لهجن الرياسة، المركز الرابع الرايدة لهجن الرياسة. إذا هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام شاهدنا هذا الأداء الكبير، شاهدنا هذه التحديات المثيرة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هجن العاصفة هنا تفوز مع بلسم، تقدم بلسم في ثالث أشواط هذا اليوم. شوط الخنجر الذهبي يبحث أيضا يسير مع بلسم، 12 دقيقة 23 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. 12 دقيقة 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. هذه هي أيضا مذيار لهجن الشحانية، تهانينا للذهبي ولابن أيضا الذهبي الشبل جابر مسالم فوران المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت أيضا هناك لهجن الرياسة. من وصلت هناك بينونة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ناخذ التوقيت الزمني ولحظات الوصول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هنا أيضا 12 دقيقة 40 ثانية وجزءا واحدا من